هذا الفيديو لأصحاب المعاملات اللي جالسين يعاملوا من ماليزيا إلى أمريكا. طبعاً كانوا موقفين المعاملات بسبب القرارات الأخيرة اللي صدرت من ترامب وإدارته ووقفوا صرف الفيز تماماً. كانت المعاملات يعني يروح يقابل عادي ويكتمل الملف حقه من وإلى، بعدين يقولوا له انتظر احنا ما نقدرش نعمل لك حاجة إلا استثناء، بنعمل لك استثناء بس ما يعملوش استثناء فعلا. كانت المعاملة كلها موقفة. الآن الحمد لله بدأوا يصرفوا الفيز وبدأوا ينقزوا الناس، في ناس كثير استلموا. قبل شوية كنت في الأرامكس وسلمنا جوازات بعض الناس اللي جالسين يعاملوا إلى أمريكا. حبيت أني أنقل لكم هذه البشارة، الحمد لله معاملتكم بتنجز، وإن شاء الله من الآن إلى شهر 6 يكونوا قد نجزوا كل المعاملات اللي قد اكتملت في ماليزيا. أصحاب جيبوتي برضو أنصحهم أنهم ينقلوا معاملاتهم إذا كانت موقفة إلى الآن ولا قد بدوا فيها، خاصة قد أخذوا الجوازات من الناس وبعدين رجعوها لهم. والتكلفة، تكلفة الإقامة زي ما أنا عارف في جيبوتي أكثر بكثير من ماليزيا. لو قدروا أنهم ينقلوا المعاملات حقهم إلى ماليزيا فهو أفضل لهم، وبالتوفيق للجميع إن شاء الله. ربنا يسهل أموركم ويلم الشمل، كل واحد يعني يلقى أهله ويجتمعوا إن شاء الله في هذه البلاد.